ردود فعل الناس بقى على شغلك بيبقى عامل ازاي وبيفرق معاكي ازاي؟ بينبهروا جدا طبعا، زي ما احنا منبهرين كده. طبعا مش متخيلين ان ده ورق، يعني غير لما يبصوا الحاجة من قدام طبعا التفاصيل بتبان اكتر، يعني لان ساعات الصور بتظلم شوية التفاصيل طبعا. بس انا بحاول يعني ان انا اصور كل تفصيلة عشان يبان ان جمال الشغل وفي نفس الوقت يبقى باين ان ده ورق، أيوة. مش حاجه مرسومه وخلاص. طب هل حصل العكس انه في حد مثلا تفه من فكره انه ايه ده انت بتستخدمي ورق يعني، وبعد ما شاف الشغل اللي هو رق فيه ان هو اللي كان غلطان؟ ممكن، او محدش مثلا ممكن يستوعب قوي ان هي بتاخد وقت، يعني يعني ممكن يكون ايه ده عادي يعني رسمه عاديه ممكن تاخد لك يومين وحي عادي يعني، بس لا هو فعلا الموضوع بياخد وقت جدا. اكيد وعش... ده انا ما بعمل طياره بالورق بتاخد وقت. مالك بده؟ فبس فهي حاجات متركبة على حاجات. اوكي. فما ينفعش ان انا مجرد رسمه وخلاص، لا هي مش رسمه، لا هي حاجه معموله 2D، فبيبقى شكلها حلو.